اهلا بيكم مع خبراء الهبد في كل مكان. موضوعنا كورونا. من اول ظهور فيروس كورونا دول كتير اغلقت كليا او جزئيا وواجهت مشكلات فعلا في الاصابات في الموجه الاولى وكمان الموجه الثانيه وحتى الان. مقارنه بالسكان يعني مصر تعتبر الاصابات اقل من المتوسطه او متوسطه، وده عمل حيره لناس كتير. هل ده حظ ولا شطار؟ من البدايه طبعا قنوات الهبد القطري والتركي وعدد من الخبراء ولا حاجه اصروا ان مصر موجوده وانه مصر ما بتقول ان ما عندهاش كورونا، ومع ذلك عندهم كتير وفي الموجة الأولى وفي الموجة الثانية، مع أنه في ممرضين وأطباء وناس واجهوا ده وعملوا جهد، والحكومة أو الدولة والمؤسسات اتخذوا من الأول إجراءات وقالوا إحنا هنعلن الأرقام. منظمة الصحة قالت لا، يعني إحنا بنتابع ده والأرقام إلى حد ما معقول. المشكلة كلها أنه السياسة والتجارة والعقفانة دي كلها هي اللي بتأثر في الموضوع. حتى روسيا ما طلعت لقاح بتاع سبوتنيك في، الأوروبيين قالوا لا ده مش موثوق فيه. طبعا وقتها في ناس مش وراهم، ونفس الحكاية مع اللقاح الصيني، لحد ما مجلة لانست البريطانية الشهيرة جدا في الطب طلعت وقالت فعلا لقاح سبوتنيك الروسي فعال وكويس ضد كوفيد، وإحنا الموضوع مستمر وهنضيفه للقاحات اللي موجودة. لكن طبعا هما في الأول كانوا بيحاولوا يمهدوا لظهور استرازينكا وفايزر وغيره. المشكلة إيه؟ إن دي مناقشات هي بترتدي رداء علمي، لكن هي في الواقع سياسة وتجارة، والشركات طبعا بتصرف وعاوزة تسترجع فلوسها، ومنفعش طبعا الصين أو روسيا يطلعوا قبلنا، مع إن الصين خفضت الإصابات إلى حد كبير وكان مفترض إنه يبقى فيه تساؤلات في الموضوع ولسه فيه خناقات شغالة. في مصر قبل كده برضو قالوا لا ده بيعملوش تحاليل كفاية، لو عملوا هيظهر كتير. المشكلة مش كتير، مشكلة الإصابات والوفيات طبعا بيحصل عندنا، لكن في ناس واجهت ده، في أطباء كتير توفوا، في ناس غيره عندهم مجهود وبيشتغلوا في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات وغيرها، لكن الموضوع عندنا مختلف. في خبراء بقى خبراء في الصحة والتعليم والفيروسات والصناعة والتجارة والموبايلات والتابلت بيتكلموا في كل حاجة. احنا عارفين انه في موضوع وزارة التعليم اول ما طارق شوقي وزير التعليم قال انه تابلت وكده الناس اعترضت وقالوا بيبوظ التعليم، اما جت كورونا والناس قعدت في البيت اضطروا يستخدموا التابلت ونجح الموضوع ومشي وعمل امتحانات. نفس الحكاية النهاردة الوزارة طلعت وفي مؤتمر صحفي والراجل قال اللي عاوز يمتحن في البيت يمتحن واللي عاوز يمتحن في المدرسة، قال لك الحق لا ده غلط. لما كانت المدارس شغالة قالوا لا لازم يقفلوا، اما قفلوا المدارس وطولوا الاجازه شويه لا قفلوا ليه، ده بيبوظوا التعليم. يعني فكره انه هو بيعمل او ما بيعملش طول الوقت، في ناس شايفه نفسها فاهمه اكتر، عارفه تعليم وعارفه صحه وعارفين الحكايه جايه منين واصل الموضوع. فالهبد حوالين كورونا هو نفس الهبد حوالين التعليم، نفس الحكايه في اللقاحات والصحه، وان الدول اللي يعني جابت لقاحات كتير هي افضل، لا احنا ناخد اجراءات احترازيه. يعني احنا الموضوع لو احنا نجحنا والدنيا انخفضت يقولوا لا ده حظ، طب احنا لو كانت زادت الاصابات هيطلع يقول لا دي مش حظ دي فشل كبير. مفيش حد بيرسي على بر ويقول كلام يبقى ملتزم بيه، يقول اذا فتحوا المدارس يعترض اذا قفلوا هيعترض. ايه الصومة فيها؟ ان خبراء التعليم هم نفسهم خبراء الصحة والصناعة والتخطيط والطعام والشراب والرياضة وكل شيء والدنيا، لانهم مش هيبطلوا كلام ومش هيبطلوا ادعاء بانهم عارفين. طبعا مفيش مانع خالص ان الناس تتناقش وتتكلم وتاخد وتدي ويبقى فيه كلام، بشرط ان الاطباء او الخبراء هم اللي يتكلموا. اذا كان بره في الفيروسات وفي كورونا وكوفيد وغيره واللقاحات مش قادرين يوصلوا لده، ومع ذلك الهبيدة عندنا عارفين كل حاجة وعرفوا الخبر اليقين في الصحة والفيروسات والتعليم وفي الهبد مستمرين.